رحب بكل من يتابعنا من أهلنا أهل المدينة، إن شاء الله دائما تكونون بخير وصحة وسلامة. نبدي وياكم حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة. مرحبا بكم مرة ثانية، وأول ما نبدأ ببرنامجنا هو أن نذكركم بطرق التواصل مع برنامج أهل المدينة. أول شيء عندنا الفيسبوك، هذه هي صفحتنا الوحيدة والرسمية اللي تشاهدوها على الشاشة لأهل المدينة، وبعدها عندنا الجوجل بلاس وأيضا هي الصفحة الوحيدة والرسمية لأهل المدينة، والتويتر، ولا تنسون أيضا إيميل برنامجنا اللي دائما توصلنا عليه الكثير من الشكاوي، وان شاء الله كلها نقراها وتلقى الحلول والاستجابات السريعه. هسه نجي الى صور الاطفال الجميله اللي دائما تزين صفحتنا على الفيسبوك. اليوم ايضا محضرين لكم مجموعه من هذه الصور. علي حسين يقول هذه صوره ابن اخوي علاوي الورد. حبيبي الله يخليه ان شاء الله. علي يقول هذه صورة بنتي زينب، هذه زنوبة الله يحفظها إن شاء الله. أبو حسن يقول هذه صورة ابني حسن، حلو حسوني الله يخليه. محمد الحنتوشي يقول هذا حيدر ابني وهو آخر العنقود، عمره 6 شهور الله يخليه ويحفظه إن شاء الله. صقر دزلنا صورة عبد الرحمن، هذا هو عبد الرحمن الله يحفظه. باسم يقول هذه صورة ابني محمد الله يخليه. صلاح الفتلاوي يقول هذه صورة بنتي حنفوشة، بس هو مذاكر بس اسم الدلع، مذاكر اسمها حبيبتي الله يخليها إن شاء الله. أحمد العبيدي دزلنا صورة ابن علاوي، وهذا هو علاوي الله يحفظه ان شاء الله. احمد دزلنا صوره ابنه شهوبي الورده، ورده يا شهوبي. وفراس حسين هذه الصوره الاخيره يقول هذه صوره بنتي غدير الله يخليها ان شاء الله. الله يحفظ كل الاطفال الولد والبنات، مثل ما شفتوا صور جميله، واحنا دائما يعني نقول يا ريت الصور مثل ما شاهدتوها تكون بهذا الشكل واضحه ومعبره حتى يتم عرضها من خلال برنامجنا. هسه اجى وقت الصحافه بجريده الزمان، 370 الف دينار راتب تقاعدي لضحايا الإرهاب بأثر رجعي، محافظة بغداد تنجز 1000 معاملة شهرياً. محافظة بغداد وضعت خطة عمل لزيادة عدد المعاملات المرسلة الهيئة الوطنية للتقاعد لصرف المستحقات التقاعدية وإصدار البطاقة الذكية لضحايا الإرهاب. الراتب التقاعدي راح يكون بأثر رجعي من بداية عام 2010، يشمل الشهداء والمصابين اللي نسبة عجزهم 60%. الراتب المخصص لهم يتراوح بين 340 إلى 370 ألف دينار شهرياً. المشمولين راح يستلمون المبلغ المتراكم واللي قيمته من 7 مليون إلى 10 مليون دينار عراقي. محافظة بغداد بها أعداد هواية من المتضررين إذا قارناها ببقية المحافظات، لذلك راح تكون هناك جهود استثنائية من أجل إنجاز المعاملات بسرعة، وإن شاء الله تكمل كل المعاملات والكل يأخذ استحقاقه. الموضوع الثاني بجريدة الصباح أيضا يخص شريحة المتقاعدين. المتقاعدون يحتجون على تأخر قانونهم. ينوي المتقاعدون تنظيم تظاهرة سلمية يوم الجمعة الجاية بساحة التحرير ببغداد احتجاجا على تأخير تعديل قانون التقاعد الموحد. المتقاعدين يشكون التهميش لأن قانون التقاعد الموحد تأخر وملوا من كثرة الوعود، لأن في كل مرة يوعدوهم ثم تتلاشى بعد إقرار الموازنة اللي دائما تتكرر خلال السنوات الخمسة المقبلة. هذه التظاهرة راح تتكرر في حال لم يمنحوا المتقاعدين كامل حقوقهم القانونية. يا ريت تتم الاستجابة لمطالبهم، لأن بالفعل شريحة المتقاعدين
انتظروا هواية وملوا من الوعود. هسه خلي نروح اليوم طبعا قبل ما نروح الى فاصل الطقس، هي من البارحه بدت موجه تراب خفيفه ووجه الصبح كلش صارت قويه، فخلي نتعرف على اخبار الطقس في بغداد. هند الحربي مراسلتنا في بغداد موجوده ويانا على الخط، رحبك يا هند. صباح الخير نبال، صباح النور، ان شاء الله تكونين بخير طبعا. الحمد لله، ان شاء الله كل اهل المدينه بخير. بغداد ما يخفى عنكم انه ارتفاع درجات الحراره بصوره مو طبيعيه، ان كان اكو تراب وان كان ماكو تراب، بالعكس صارت تزيد. يعني من يكون اكو تراب او يعني الجو مو صافي، حتى الهواء يكون مو نقي، من يكون اكو شمس شويه افضل، يكون هواء نقي، ممكن بالليل شويه يكون الجو افضل. الكلام هذا المفروض انه يستمر طول الاسبوع حسب ما عرفنا وسمعنا يعني. بس هي معاصفه ترابيه، هي يعني مجرد انه انت تشوفين الجو مو صافي والتراب يعني السماء بغداد السماء مو واضحه، ما تقدرين تشاهدين انه يعني السماء صافيه والشمس ظاهره، لا ما موجود هذا الشيء. هو اعتيادي يعني المواطن من يقعد الصبح يشوف هيك الجو، يعني حتى لو تراب خفيف يا هند يعني يتنبأ انه اكو يعني ترابه راح تزيد، يعني دائما يفكر انه التراب راح يزيد. زياده الجو طبعا هسه يعني من احنا بالشوارع مال بغداد ما نشوف عاصفه ترابيه، ولكن نشوف انه التراب موجود، ويعني لون الجو ما اعرف هو لون غريب بين البرتقالي الاحمر الاصفر، يعني عندنا كل الالوان ما شاء الله. احنا اليوم الصبح من قعدنا وشفنا صحيح بغداد. يعني احنا الصبح اباك الجو دنيا مغرب. نعم هسا احنا بوقت الصبح، لكن من باوع للجو عباك دنيا مغربيه لانه الشمس محجوبه من وراء التراب. يعني انه كانه يعني اخر ساعات الظهر، بس التراب يعني ما اعرف متوقعين انه يزيد او يستمر على هذه الحاله لنهايه الاسبوع، انه يبقى هالشكل الجو مو صافي والجو يكون تراب الى نهايه الاسبوع. اما بالنسبه هاي بالنسبه للطقس، اما بالنسبه لاخبار بغداد فبغداد الحمد لله بعد ما انتهت الامتحانات الطلاب اكيد مترقبين نتائجهم منتصف الشهر. ازدحامات الصبح قليلة بالأيام اللي مضت، ولكن البارحة واليوم الازدحامات شديدة جدا تفاجئنا بها. الازدحامات تعودنا انه تغير النظام، بدل ما تكون صباحا صارت تصير المساء، تعرفين عطلة وارتفاع درجات الحرارة والصيف، فالعوائل تطلع انه تمسح عن نفسها يعني ساعات العصر اللي 9 ل 10 بالليل. البارحة واليوم الحالة انعكست، رجع الازدحام شوارع بغداد. نعم. بسبب انتشار طبعا قوات امنية، ما نعرف شنو سبب الانتشار، بس منتشرين، وفي بعض المناطق ايضا كان البارحة مداهمات مثل السيدية والعظمية. اما بالنسبة لي يعني الاوضاع فهي هادئة في بغداد، شوارع بغداد هادئة يعني. نعم. غير الازدحام والتراب لا يوجد جديد. ونتمنى انه يعني يكون اكو فد تعاون، فد حل، فد غسل للشوارع بعد ما كل العاصفه الترابيه ولو بالشهر مره، انه يعني بعد ما كل ما يتكون التراب نتمنى انه تكون عمليه غسل للشوارع للجنايات من قبل امانه بغداد، لانه للاسف حتى الجنايات الجديده بدات تتشوه منظرها. صحيح. مناظرها والمنازل تتشوه مناظرها والشوارع والارصفه اللي هي يعني يحدثوها كل فتره يعني كانه ما تشوفين اعمار بالبلد بسبب الاضراب، فياريت انه الامانه تلتفت شويه لهذا الموضوع. هذا اللي نطلبه ونتمناه ان شاء الله. شكرا لك هند مراسلتنا في بغداد. هسه خلينا نشوف فاصل الطقس وشون درجات الحرارة بكل مدننا. Thank you.
شاهدتوا فاصل الطقس، يعني الصور غير شكل، يعني اليوم الجو مغبر وبيتراب، ونتمنى الصحة والسلامة لكل أهل المدينة. احنا نوصي اللي عندهم حساسية وربو ان اليوم ياخذون كل احتياطاتهم حتى نتجنب المشاكل، والصحة والسلامة للكل. سلامة ان شاء الله. تقريبا من الساعة 11 صباحا بدأت الحالة، تقريبا استقبلنا 30 مريض. وصلتنا مشاركة من أبو أحمد من المنصور حي المتنبي محلة 607، يقول أبو أحمد يعاني هذا الحي من الآتي: دار جنة مجموعة نقاط، يقول أول منذ سنتين تم قشط الشوارع داخل الحي، ولحد هذا اليوم ما تم إكساءه، إضافة إلى الحفر الموجودة بالأزقة. يقول هناك موقعين في وسط الحي أرض فضاء، للأسف يعني أصبحت مكان أو مكاب للنفايات، أي واحد جاي بالنفايات وذهب بهذا المكان. ثلاثة، انسداد مجاري المياه الثقيلة ومجاري مياه الأمطار، من جراء ذلك دا تطفح المجاري باستمرار. فأهل المنطقة بصورة عامة ناجدوا من خلال برنامج أهل المدينة وحدة المنصور والماء والمجاري أن ينظرون إلى منطقتهم. أكرر اسم الحي: حي المتنبي بالمنصور محلة 607. نبقى بنفس الموضوع، يعني سوء الخدمات. قضاء الحويجة اللي يبعد 50 كيلومتر تقريبا عن كركوك، وتحديدا في شارع الأطباء، هذا الشارع الاستراتيجي الموجود بهذا القضاء، لأن يضم العيادات وأكو مراجعين هواي، وأيضا إضافة إلى المحال الموجودة في هذا المكان. للأسف هذا الشارع دا يشكو من تلكؤ المشاريع الخدمية. خلوا نروح الكركوك ونشوف قضاء الحويجة. مرحبا اعزائي المشاهدين قناة الشرقية، برنامج اهل المدينة. للاسف هذه حال المشاريع في قضاء الحويجة، بالتحديد احنا اليوم في قضاء الحويجة في شارع الاطباء. هذا المشروع بيد مقاول، ونباع الى مقاول، وترسى الى مقاول، ونباع الى مقاول، ما نعرف شنو المشكلة. اكثر من 50 شكوى وصلتنا، فاضطرينا ان نجي الى قضاء الحويجة اللي هو يبعد عن كركوك 50 كيلومتر غرب مدينة كركوك. المشكلة هذه المشكلة، يعني لا مريض يقدر يطوب ولا اي واحد اي سيارة تطوب هنا، يعني بصعوبة. ومثل ما تشوفون انتم هاي الصورة هي اللي تحكم، يعني شوفوا هذا مشروع محمد سولي، هذا بالله هذا مشروع مال تصريف مياه، او اي والله صادق، يعني هذا من اسم الزود. زين، هذا من اسم الزود. شوف شوف التيارات هاي الموجودة، التيارات هنا، هذه التيارات موجودة مال السيارات، ما تعرف شنو هذا المشروع، ما انت فاهم. الله يساعدهم. حياك الله، يا مرحبا بك، الله يسلمك. انتم من الشارع، شارع الاطباء؟ اي نعم، من شارع الاطباء، عندنا محلات. شنو مشكلتكم بهذا الشارع؟ مشكلتنا المقاول قبل 5 اشهر شال التبليط، تا يبلط من جديد. وهذا صار 5 اشهر يجي يشتغل يوم ويغيب شهر. قلابه وحده يجيب، انت شايف شارع طوله 3 كيلوات وعرضه 30 متر بقلابه وحده وشفل واحد؟ ابدا ما يصير. هذا نقر مال المي، مريض يموت وما يصل، يعني منين يشيلونه؟ شلون يشيلونه؟ وهذا شارع الاطباء، شارع مسدده، وهذا على اساس شارع الاطباء، ويعني هو الموقع الاستراتيجي بالحويجه. هذا الشارع يوميا يجيبوا لهم قلابه تشتغل لها ساعتين وتروح، بعد 10 15 يوم ما تشوفهم، يجي ثاني يوم جاي الشفر ضرب له كيلتين منك ومشى. بعد ما تشوفه 15 يوم، الشوارع كلها يسدسدوها الفروع على المقاول، بس يجي الشفر سد له فرع ثلاثه اربعه ومشى راح. هاي هي، كل ما يجي نقول نستبشر بالخير على اساس راح يشتغلون، يجون يسدون الفروع ويروحون، هاي هي. وهسه لو تصور هاي الفروع كلها مسدسده. ما قدمتوا شكوى للمجلس، يعني مجلس المحلي هنا؟ اخي المجلس المحلي هاي موجودين، رئيس المجلس موجود، واعضاء المجلس موجودين، جاي يشوفون بعينهم الشغل هم. المحافظ، نائب المحافظ انا شفته مره واحده يجي هنا. حكى وياهم وهذا وركب سيارته ومشى، ما افتهمنا شنو. اكو حمله مشاريع تصير بالحويجه؟ اكو، بس تصليح كله مو صحيح. اكو عندنا شارع هذا الحولي يمكن 5 مرات يبلطون بس فوقه. الرصيف صار ويا التبليط. ويا التبليط الرصيف، هسه لا تروح اوديك على الرصيف. هذا الشارع الحولي.
مال اللي يطلع لا 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 اللي يطلع من هنا على العباس مال كورنيش يسموه. هذا شارع الاطباء بس اعرف هو اسمه شارع الاطباء غير. نعم. بس المرضى يجون هنا. نعم. مريض شلون يطب هنا؟ مريض ماله لو لا قوه لو شيل يشيل ولا المتوازي في مره له. الله يسامحك. هلا عمي احكي لي شنو مشكلتكم؟ والله مشكلتنا اذا كملون هالشارع هذا رزقنا عليه نشتغل عمال احنا بيه حماميل هنا عند التجار. السياره تقف عنا مسافه تقريبا بس مو 50 متر. العمال نقطع رزقكم؟ اي والله اي والله هذا التجار اسالهم. اي والله واحنا عايشين عليه وساكنين بالايجارات. احنا صورنا طفل وقع من هذا شوفت عينك الطفل شلون وقع. سيارات كل ساعه توقع. كل السيارات بتوقع. سيارات كل ساعه توقع بالحفر هاي. واقع العمل اللي داير بالحويجه. والتحديد مو بس استاذ العفو مو بس شارع الاطباء وانما ذاك الصوب. بالنسبه لاهالي المحلات هاي الجهتين انقطع رزقهم خلاص. هذا منين صارت المقاوله؟ صارت لي تقريبا من العام يمكن من واحد يبيع الواحد زين. طيب ما يفكرون هاي كلها الكتيريا اصحاب عوائل وقاعدين يعني مقاول يبيع المقاول حسب ما اللي سمعت يعني مقاوله غير تنجز اكو مده سقف زمني. سقف زمني ينجز بفلان يوم. احنا هسه قاعد نعاني من عدن ندفع اجارات ولا تشوفون هذه يعني اليوم قدره قادر او احتمال يعني انه واصلهم خبر بانه الشرقيه راح تجي لجاي وقامت تحرك الشفرات ولا تعيش انت. بس الطرق الحوليه فقط تمشي. لا بس الطرق الحوليه خارج الحويجه ولا الداخليه ما الله شاهد المي لنا نسوان توقع. حتى المرضى ما تجي لجاي قامت تطلع الكركو تخاف على مرضتها. سيارات تعصي صعلوا يا اخي الداخليه وقناه تنقل لنا الحقيقه يعني بحذافيرها. بس خلينا نصور الاليات نصور الاليات على محمد وياي. هذا المقابل صور هاي صور هاي هلا نخاف. دحلة يبكي على حاله والله. هاي صار المساعد هاي وسخ جراثيم اسيان انقطع رزقنا هم حتى ما ظل رزق بينا. الحماميل رايحين على بيتهم قاعدين بيت ايجار. طبعا احنا مثبتين انه اكو تقصير الشركه المنفذه للعمل شركه متلكئه ما تقوم بواجبها بالشكل المطلوب. لكن مع هذا احنا ايضا اكو امور هنا يدرون الاخوان اللي يسمعوني اكو تداخل اكو مجاري واكو مياه شبكات مي واكو تاهيل للشارع فبيشغل متداخل يعني يتطلب انه العمل بطيء. الاعمار ما يصير ترى بسالفه تهيئه ولكن اكو تقصير المقاول بطيء في العمل ومو اختصاصه ومو مقاولين شغلتهم ناس فلاحين وجاوا صاروا مقاولين وشغلهم متلكئ واحنا انا البارحه دزيت عليهم على المقاولين ووجهتهم وبكره انا عندي موعد وياهم ويا المهندسين ايضا حول هالموضوع هذا. المفروض عندهم دائما ثلاث اربع قلابات واقفه هنا وشفل او اكثر يعني تدري. واحنا المسؤول عنهم المباشر مو المجلس خلينا نحكي بصراحه. المسؤول عنهم البلديات كركوك المهندس اللي يتابعهم من البلديات. فالموضوع بيتأخر وبيتلكؤ وأذية على الناس. أنا ويا الناس شكواهم مضامنين وياهم وباذلين جهود وكاتبين على المقاولين ولا زلنا المقاولين يجوز هسه موجودين دزيت عليهم والبارحة التقيت بهم وإحنا إن شاء الله في طريقنا المعالجة لكنه تأذت الناس. أنا أقول لك أصحاب المحلات تأذوا. شفتوا شارع الأطباء بالحويجة شلون يعاني من تلكؤ بالمشاريع. الناس طلعت اللي بقلبها الكل متأذي حتى المريض بصعوبة دا يوصل إلى العيادة يعني ناس مقطوعة أرزاقها والعمال دا يشتكون لا سيارة تقدر تطب هذا الشارع لا عربانة يعني حتى الأطفال شفتوا حتى الطفل شكى. فيا ريت تكون هناك استجابة من قبل مجلس محافظة كركوك لهذا الشارع ويتم المباشرة بترميمه من جديد إن شاء الله. هذا اللي نتمناه.
نرجع إلى مواضيعنا الأخرى. مدينة بابل الأثرية وتحديدا على المسرح البابلي كانت هناك حفلة تخرج لطلاب جامعة بابل. المدرجات بالمسرح البابلي كان شهدت حضور مميز من قبل أهل وأصدقاء المتخرجين. نقول لكل الطلبة اللي تخرجوا كل سنة وانتم بخير ومبروك تخرجكم، وإن شاء الله التعيين تلقوا بأقرب وقت. كلش طبعا ابد ما اقدر اوصفها. طيب اليوم منو اكثر شخص تحسي انه مو فرحان وياك؟ اهلي، هاي الاهل فرحانين. منو من اهلك بالتحديد؟ امي وابويا. طيب لمن تهدي نجاحك؟ اهدي نجاحي لوالدي والكليه، اساتذه الرياضيات، المقرر القسيم والرئيس القسيم والعميد. هي طبعا هذا الحمد لله وشكر جهود الاربع سنوات المتواصله تكللت بهذا النجاح بثمرة جهود التدريسيين والتكادرة. هم أولياء أمورنا، هم أساتذتنا، هم أبهاتنا، يعني هم كل ثمرة جهودهم احنا مثلناها بهذه الاربع سنوات. أتمنى من كل قلبي وأتمنى من وزارة التعليم العالي أن توفر الفرص التعيين للطلبة الأوائل، وهذه ضرورة ملحة، لأن الجهد الذي بذلوه الطلبة الأوائل جهد متواصل، سهر ليالي، تعب. أتمنى أن نكلل هذا التعب بالتعيين. أريد أعرف منو أكثر شخص يعني اليوم وياك فرحان، حسيتي اكثر واحد فرحان؟ ماما طبعا، ماما واهلي كلهم، بس ماما اكثر شيء تعبت وياي. ماما تعبت وياي اكثر شيء، والدتي. لمن تدي نجاحك وتفوقت وتخرجت؟ الاهلي طبعا، واكيد يعني ما هو ايش المرتبه الاولى، يعني كليه الطب البيطري هم نفسهم، هم همات يعني تعبوا ويانا الطب البيطري، الكادر كله تدريسي، والحمد لله والشكر حققنا اللي نريده انا واهلي ودكاترتي. الاول في كليه التربيه الرياضيه صدام فخري، الأول في كلية التربية العلوم الإنسانية حيدر عبد الرسول. براق مبروك عليك، أولاً أنت من الأوائل ومبروك عليك التخرج. تسلمين، أشكر القناة الشرقية وأهل طلاب جامعة بابل التخرج، وأتمنى لهم التعيين والحياة الموفقة إن شاء الله للجميع. إن شاء الله. اليوم منو أكثر شخص فرحان وياك؟ والله أهلي، والدي، والدتي. منو؟ على هذه الأرض. والدي ووالدتي. طبعاً هاي فرحة ما توصف، لأن هذا ثمر جهودي وجهودي، يعني جهوده هي بهاي السنين الكل عمره، فهذا الحصيل الاول يعني فرحه ما تنوسع، لا مثل الزواج ولا مثل اي فرحه. واتمنى له التوفيق وكل الطلب ان شاء الله، واتمنى لهم الامان، جاه النبي محمد على العراق والعراقيين كلهم. اليوم انت من الطلبة الاوائل واليوم التخرج مالتك، فشنو مشاعرك؟ والله صراحه هي مشاعر ما تنوصف، مثل ما تشوفون يعني مشاعر فياضه. تخرج مال حصل 18 سنة من النجاح والمثابرة، صراحة تعب وتعب كلش يعني مو طبيعي، خاصة تعرفون دراستنا بجامعة بابل يعني دراسة كلش صعبة. احنا على كل هذا نشكر أساتذتنا جامعة بابل.
مبروك مرة ثانية لكل اللي تخرجوا بهذه الدورة، ومبروك لكل طلبتنا بكل جامعاتنا، وإن شاء الله ثمرة تعبكم وجهودكم ما تروح بالبلاش، والتعيينات إن شاء الله تلقوها بأقرب وقت. هسه خلينا نتعرف على ساعات القطع والتجهيز للكهرباء الوطنية في عموم أو في بعض من مدننا. نروح إلى النشرة الكهربائية. أول ما نبدأ نشرتنا بالعاصمة بغداد، مدينة الصدر ساعات تجهيز الكهرباء 8 فقط. ننتقل إلى منطقة العامرية، الكهرباء بها أبد مو زينة، فقط يجهزوهم 4 ساعات. أما منطقة الحارثية ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية 8 فقط. منطقة الأعظمية 8 ساعات كهرباء وطنية. بغداد الجديدة أيضا الكهرباء بها مو زينة 4 ساعات، كل 6 ساعات قطع، ساعة واحدة وطنية. حي الجهاد 6 ساعات كهرباء وطنية. ننتقل إلى الأنبار، الفلوجة تتمتع ب6 ساعات وطنية. الرمادي أيضا 6 ساعات وطنية. وننتقل إلى ديالة، في بعقوبة الجديدة الكهرباء 7 ساعات. أما بعقوبة القديمة 7 ساعات أيضا، يعني تقريبا مستقرة 7 ساعات. أما كركوك الكهرباء هناك لا بأس بها، نوعا ما جيدة. المحافظة تتمتع ب16 ساعة كهرباء وطنية. حي العسكري 17 ساعة كهرباء وطنية. انتقلتنا إلى الموصل، والموصل تقريبا مستقرة في أغلب المناطق. منطقة النبي شيت 12 ساعة. وحي الزهور 12 ساعة كهرباء وطنية. وأخيرا صلاح الدين، تكريت يتمتعون ب9 ساعات كهرباء وطنية. أما سامراء 10 ساعات كهرباء وطنية. مثل ما شفتوا يعني أكو تعثر بالكهرباء، يعني خاصة في بغداد، يعني أكثر المناطق اللي احنا ذكرناها مدينة الصدر والعظمية فقط 8 ساعات، و8 ساعات هي مو فد شيء يعني. لكن الكهرباء مثل ما ذكرنا انه هي كلش مو زينة، خاصة في منطقة العامرية وبغداد الجديدة، كل 6 ساعات تطوها ساعة واحدة كهرباء وطنية. عن الكهرباء ومشاكل الكهرباء وصلتنا مشاركة من صديقنا علاوي العبيدي، دزلنا صورة عن شخص من وراء الحر ما لقى بديل غير المجمدة ينام بيها حتى يبرد روحه، بس أكيد هاي المجمدة ما بيها كهرباء. وبعدنا ويا الحر ويا الكهرباء، احنا سوينا استطلاع على موقع أهل المدينة على الفيسبوك، طرحنا به سؤال: ما هو الحل المعتمد لتفادي حر الصيف تزامنا مع انقطاع التيار الكهربائي، وأيضا حلول شهر رمضان المبارك؟
سوينا عدة خيارات، تقليل ساعات الدوام الرسمي اللي صوتونا 935، العمل بنظام التوقيت الصيفي 125 صوت، جعل شهر رمضان عطلة رسمية اللي صوتونا 1240 صوت، غير مهتم 136 صوت. هذا الاستطلاع طبعا راح يستمر وياكم حتى شهر رمضان المبارك، وطبعا الموضوع مو بس على الفيسبوك، ايضا مراسلينا بكل مدننا دا يعملون لقاءات واستطلاعات مع اهل المدينه ودا ينطونا ارائهم حول هذا الموضوع. طبعا هذا كل ما عندنا اليوم واللي يخص المدينه واهلها. نشكر كل من تابعنا وان شاء الله دائما نشوفكم على خير وسلامه.